السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالجميع في درس اليوم. إذا في درس اليوم سوف نتعلم بالإنجليزية أسماء الأدوات المدرسية وكل ما يتعلق بالمدرسة إن شاء الله. مستعدون؟ لنبدأ. طبشور، تشوك، تشوك. حقيبة مدرسية أو محفظة، سكول باج، سكول باج. كتب، بوكس، بوكس. دفتر، نوت بوك، نوت بوك. غلاف، نوت بوك كوفر. أوراق، هنا نستطيع أن نقول papers، أو نستطيع أن نقول أيضا sheets. أوراق ملونة، colored papers، colored papers. مقلمة، pencil case، pencil case. أقلام جافة، pens. بالنسبة لقلم جاف واحد نقول pen، وللجمع نقول pens، نضيف s. أقلام ملونة، colored pencils، colored pencils. منجرة، sharpener، sharpener. مقص، scissors، scissors. ممحات، eraser، eraser. شريط لاصق، scotch tape، scotch tape. كابسة أوراق، stapler، stapler. نصف دائرة، protractor. مسطرة، ruler. مثلث أو قوس، triangle. مشبك ورق، paper clips، paper clips. طاولة، table. كرسي، chair، table، chair. كرة أرضية، globe، globe. خريطة، map، map. سلة مهملات، trash bin، trash bin. مكتب، desk، desk. قاموس، dictionary، dictionary. مدرسة، school، school. ساحة المدرسة، school yard، school yard. قسم، classroom، classroom. حافلة النقل المدرسي، school bus، school bus. تلميذ، student، student. هنا نقول لكل من الأستاذة والأستاذ teacher، teacher. المدير، principal، principal. بالنسبة للفروض القصيرة نقول quiz، quiz.
وبالنسبة للامتحانات نقول exams. exams. أما بالنسبة للاستراحة نقول break. break. بالنسبة للعطل المدرسية نقول a holiday. holiday. عطلة مدرسية. إذن وبهذا نصل أعزائي إلى ختام الدرس. للمزيد من الفيديوهات نرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشكرا جزيلا.